حياكم الله في حلقه جديده من رايكم شباب يا مسا السعاده والوناسه واليوم يوم الاحد وانتم فغلاكم ما في احد طبعا اليوم بلشتوا اكيد امتحاناتكم اتمنى كل التوفيق حق كل الطلبه والطالبات في امتحانات نهايه الكورس وشدوا حيلكم وركزوا واخذوا بريك ساعة تابعون في فقراتنا المميزة من الست للسبع في رأيكم شباب فقراتنا لليوم مثل ما وعدناكم في كل أسبوع راح تكون لنا تغطية خاصة لبطولة اندورو قطر انترناشنال وأيضا راح تكون لنا وقفة مع رياضة مميزة جدا وهي رياضة كرة الطائرة مع الكابتن ريم الزعابي بالإضافة إلى مشروع تبادل اللي راح نسلط عليه الضوء ونطالع شنو في هذا المشروع وايضا راح نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي ونطالع مدى اهميه هذه الوسائل في خدمه المجتمع وتوصيل رسائل انسانيه وتنشيط الاعمال الخيريه من خلال هذه المواقع، رح يكون ايضا ضيفنا في هذا الموضوع من الجمهوريه العربيه المصريه ممكن تتواصلون معنا من خلال طرق التواصل في رايكم شباب صفحتنا في التويتر اس ايضا من خلال صفحتنا في الفيسبوك فيسبوك دوت كوم سلاش رايكم ايضا من خلال ارقام رايكم شباب الظاهره اسفل الشاشه أنا وايد سعيدة لأن أصدقائنا في الفيسبوك دائما يتواصلون معنا من قبل الحلقة نور الهدى تقول مساء الخير شلونكم شخباركم منورين شكرا لك نور وأيضا إكسبرس الدمام تقول مساء النور والياسمين مساء النور عليك أيضا أنت راح اقرأ باجي كومنتاتكم في بقية فقراتنا لليوم طبعا الأجواء جدا حلوة الأجواء سعيدة الأجواء جميلة الضباب أحيانا يخلي الرؤية تنخفض وخاصة اللي قاعد يخيمون في المخيمات جهة الجليعة اللي استانسوا أكيد في الويكند نتمنى أكيد السلامة للجميع واخذوا الحيطة والحذر وكل يعني الأمور الاحتياطية وخففوا السرعة وربطوا أحزام الأمان علشان الحين إحنا راح ننطلق في فقراتنا وأولى فقراتنا مع الأكشن والمغامرة لمحبي السيارات والسرعة مع أندورو قطر انترناشونال هذه البطوله اللي نظمتها او نظمها الاتحاد القطري للدراجات والسيارات الناريه خلينا نشوف مع بعض تفاصيل هذه البطوله احنا سعيدين جدا أن يكون افتتاحيه بطوله الشرق الاوسط في قطر هنا، الاعداد قمنا فيه خلال ست شهور الان في تجهيز الرالي، الرالي اكيد راح يكون ممتع جدا لان في متسابقين كبار الان مشاركين مثل ناصر ويزيد وخالد القاسمي وخالد السويدي، فراح يكون ان شاء الله في اثاره ومتعه للجمهور، ونتمنى ان شاء الله السلامه للجميع في نهايه السباق، وحظ ان شاء الله نقول المتسابقين القطريين ان شاء الله انه يسوون نتائج طيبه. جدا سعيد بهذا الانتصار العاشر على على رالي قطر والدولي وبالعكس يعني اليوم ادينا اداء جيد تصدرنا الرالي ب 55 ثانيه وان شاء الله نتمنى التوفيق والحين يعني مركزنا الاول في صداره بطوله الأوسط نتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يعني كانت منافس حلوه رالي وايد صعب كثير ديفيكل يعني الرالي في صعوبة وعورة طبيعة الأرض أمس كنا متصدرين الرالي اليوم دخلنا يعني أول سيارة فاتحة للطريق ما كانت بسيطة طبعا السنة لازم نضغط شوية على أساس أنه في حد بيني وبين الناس يعني تصير المشكلة يعني لازم يكون في ضغط زيادة قدر الله ما شاء فعل يعني احنا صارت لنا فلات تاير قبل المرحله الاخيره وطبعا تاخرنا شويه طبعا كل الشكر للاتحاد القطري للدراجات والسيارات النارية على تنظيمهم هذه البطولة المميزة جدا نتمنى التوفيق لكل المشتركين في هذه البطولة ننتقل من السرعة والسيارات سريعا سريعا إلى أخبار التكنولوجيا مثل ما عودناكم كل يوم أحد نسلط الضوء على أهم وأجدد أخبار التكنولوجيا الخبر هالمرة من الشرق الأوسط وتحديدا في الخليج ومن المملكة العربية السعودية شاب سعودي اسمه خالد الجبل ابتكر وسيلة جديدة لمساعدة في الت... مساعدة الطلبة في التعلم في المدارس من خلال نظام شامل بدمجه مع حقيبه ذكيه ويقول خالد ان هذا الاختراع راح يساعد التلاميذ والمعلمين وايضا اولياء الامور في سهوله التعلم لدى الاطفال راح يكون الاختراع عباره عن حقيبه وزنها كيلو جرام ونصف يضم جهاز كمبيوتر مسطح لوحي يضم البرامج المدرسيه يقول خالد انه من خلال هذا الاختراع راح يكون التواصل مع المدرسين وايضا الطلبه واولياء الامور بشكل جدا سلس وسهل وممكن ان ولي الامر يستغني عن روحته للمدرسه وانه يراجع اول باول مستوى يعني ابنائهم من خلال هذا الاختراع علشان كل التقارير المدرسيه راح توصل من خلال هذه الجنطه الذكيه، برافو على شبابنا. قاعد لاحظهم في الفترة الأخيرة قاعد يدخلون كل المجالات ويبدعون فيها ودخلوا في عالم التكنولوجيا دايماً إحنا أخبارنا التكنولوجيا تكون من الغرب أما هذه المرة تفوق ما شاء الله أبنائنا في الخليج في التطور ومواكبه التكنولوجيا. الخبر الثاني ننتقل له في اول تجربه ادبيه من نوعها في العالم العربي، كاتب مغربي شاب يطلق اول روايه تفاعليه فيسبوكيه، هذا الكاتب اسمه عبد الواحد استيوتو اعلن من خلال صفحه صفحته في الفيسبوك ان عنده روايه وراح ينشرها. في صفحته، وهو أطلق فعلاً أول فصل من روايته، آه وتم التفاعل مع أول فصل، من خلال الفولورز عنده آه في الفيسبوك، وهو راح يأخذ بآراء كل أصدقائه في الفيسبوك، علشان ممكن يدخلون في آه تطوير الأحداث والشخصيات في هذه الرواية، رواية تحت عنوان: "على بعد مليمتر واحد فقط". ننتقل للخبر الثالث لكل محبي الايفون، الايفون ما شاء الله شركة ابل مو مقصرة مع كل عشاق الايفون والتطور والتكنولوجيا بين فترة وفترة قاعدين ينزلون الاجهزة، فجهزوا المخابي لان ايفون وشركة ابل راح طبعا تطلق جهاز ايفون 5 اس في يوليو القادم. وحسب التقرير اللي نشرته احد المواقع ان شركة ابل تعمل على نموذج جديد من هاتف ايفون يقال ان ايفون 5 اس بالاضافه الى تحديثات جديده راح يسوونها شركة ابل على الايباد وايباد من يعني احتمال راح نغير الايباد اللي عندنا راح توصل دقة الجهاز اللي هو الايفون 5 اس 13 ميجا بيكسل يعني سرعة ودقة عالية جدا الأبل ما حد قاعد يلحق مع التطور اللي قاعد تضيفة في أجهزتها هذه كانت يعني الأخبار اللي اخترناها لكم في فقرة أخبار التكنولوجيا أصدقائنا في التويتر لا زالوا يتواصلون معنا أيضا في الفيسبوك أنتقل إلى صفحتنا في التويتر صديقتنا عاشقة الزعيم تقول منورة فطوم روعة يا احلى طله شكرا لك يا احلى عاشقه طبعا مكملين في فقراتنا في رايكم شباب مو الحين من بعد الفاصل من بعد الفاصل رجعنا لكل الأحباب رايكم شباب ورجعنا للحديث عن البنت الكويتية اللي تميزت بثقافتها وأناقتها وحطت بصمتها في كل المجالات والأنشطة اليوم راح نسلط الضوء على رياضة جدا مميزة رياضة كرة الطائرة اللي اقتحمتها ودخلتها بجدارة الفتاة الكويتية ونجحت في هذه الرياضة. راح نتكلم عن دور البنت الكويتية في تطوير الأنشطة الرياضية مع الكابتن ريم الزعابي لاعبة كرة الطائرة. حياك الله ريم في رايكم شباب. هلا <applause> والله <applause> يحييك. ريم في البداية كلمينا عن دخولك إلى هذه اللعبة واللي هي لعبة كرة الطائرة. بسم الله الرحمن الرحيم أحب أرحب بالمشاهدين بداية بداية دخولي كرة الطائرة طبعا أنا والدي شهيد خالد الزعاب الله يرحمه كان لاعب كرة قدم نعم. ووالدتي كانت لاعبة جمباز ومدرسة بدنية حاليا حلو فالله الحمد أن الرياضة موجودة في العائلة وراثية سهل إيه؟ المهمة دخلت بداية طبعا في فترة المتوسط مع المدرسة في نفس الوقت كان في الأندية المسائية اللي تابعة لوزارة التربية في المدارس نفسها كان في كرة طائرة فكنت حلو. مشتركة فيها. بعد الثانوية اكتشفت في ان في عندنا اندية رياضية نسائية. اسوة بالاندية الرياضية للرجال. نعم. اول ما اكتشفت هذا الخبر صراحة رحت على طول. فبديت معهم ولله الحمد دخلت المنتخب. حلو. وكانت تقريبا هذه بدايتي يعني من وحبيت اللعبة اللي هي كرة الطائرة. أكيد عشقتيها شكلك مرة أكيد قلتي من خلال حديثك أن والدتك أيضا في المجال الرياضي ومدرسة بدنية، إيش كثر شجعتك يعني ولا كان الأمر اختياري؟ بداية أول شيء طبعا أمي كونها مدرسة فكان حلو. اللي هامها أنه شلون تطلعين من الحصص ولا شلون تشاركين ببطولة والدراسة, والدراسة والدراسة وإلى آخره ما تقدري تشيلين بطيختين بيد واحده انا هذا المثال اقول لها اياه ان انا قدرت اشيل بطيختين بيد واحده وتخرجت من الجامعه لله الحمد الحمد لله بلا اي مشاكل شلون قدرت تشيلين بطيختين إيه. بيد واحده طبعا اكيد راح يكون صعب انك انت تتحملين مسؤوليه لان الرياضه تحتاج منك تمرين يومي طبعا الدراسه تحتاج منك متابعه يوميه وفروض فروض منزليه لازم تقصرين في واحد فيهم ولو بشكل بسيط ولكن بالنهاية راح توصلين للأثنين أفضل من أنت مثلا تركزين في شيء واحد <applause> يعني الرياضة إذا أنا مثلا ركزت في دراستي ويت قلت والله بعد ما أتخرج أبي أدش مجال الرياضي نعم. هذه الفترة خصوصا لما يكون العمر خلاص تقدمت في العمر راح تكون صعبة أنك أنت تتقنين اللعبة بحد ذاتها صح خصوصا أن كرة الطائرة تعتبر شوي صعبة نوعا ما <applause> ف. لله الحمد لله أنا قدرت أوفق بينهم يعني وقت الامتحانات أحاول أركز على دراستي أكثر حلو. وقت اللي أنا عندي بطولة ما يخالف شوية الدراسه تنطر لها يومين زياده <applause> الويكند كان شوي <applause> يساعد احاول اعوض فيه ومشينا يعني انت شوي قصرتي بالدراسه لانك واجد تحبين الرياضه وحاطه مستقبلك مستقبل رياضي ان شاء الله واعد وكبير ان شاء الله ان شاء, إن شاء الله, الله. الله. آه، نادر ما نشوف البنات ريمي تجهون لكره الطائره شو اللي خلاك تروحين للطائره وهل في بنات فعلا في الكويت مثل تشرواتش يحبون هذه اللعبه كره الطائره <applause> انا في كلمه دائما اقولها ان كره الطائره حلاوتها في صعوبتها اغلب الالعاب الرياضيه اللي نلعبها مثلا كره القدم السله الى اخره حلو. انت لك مسموح لك انك انت, أنت توقفين الكره لعده ثواني تفكرين بهالثانيتين تعطين الكره حق منو كره الطائره مجرد ما انت توقفين الكره لثانيه معناته انت خسرتي نقطه اذا خسرتي نقطه معناته ممكن تكلفين فريقك مباراه كامله فهذه صعوبتها هي إيه لمحليتها محليتها، شلون تتحدين نفسك في انك تحافظين على الكره اطول وقت ممكن في تداول. طايره. ايه فهذا اكثر شيء يحببني فيها. من ناحيه الفرق او البنات عندنا الله الحمد عدد يعني ممتاز. كبير يعني في اقبال من البنات في الكويت على كره الطائره؟ عندنا منتخب وعندنا ثلاث انديه فيهم فرق وعندنا الجامعات الخاصه عندها فرق طائره. لا بشكل عام عندنا عدد ممتاز، عندنا لاعبات وخامات جيده. حلو، وشاركوا في بطولات، وفي يعني في إن شاء الله، نعم، مستقبل مستقبل انجازات كره طائرة ان شاء الله اكيد إن شاء الله راح نتكلم بعد عن انجازاتكم في النادي بس انا ملاحظه يعني ريم ما ادري اذا توافقين رايي او لا تسليط الضوء على الرياضه النسائيه جدا قليل خاصه كره الطائره يعني انت قلتي ما شاء الله في مواهب كثيره عندكم في منتخب بس ما تشوف في تسليط الضوء عليكم وعلى انجازاتكم وحتى على البطولات اللي قاعد تشاركون فيها بالضبط نقدر نقول ان هنا في شويه تقصير من هذه الناحيه قبل فتره تقريبا شهر 11 شهر 10 كان في بطوله خليجيه لكره الطائره اقيمت <applause> في الامارات <applause> كانت منقوله على الهواء مباشره طبعا المباريات على قناه ابو ظبي الرياضيه ما شفناها في الكويت في تغطيات يعني بشكل كبير هذه نقطه النقطه الثانيه مثل ما سبق قلت انا اكتشفت ان في انديه رياضيه في الكويت للنساء في عام 2008 يعني <applause> والانديه هذه يعني نادي وحده من الانديه موجود من قبل 30 سنه لا. فالدور الاعلامي شويه مقصر من هذه الناحيه وهم في نفس الوقت انا ما اقدر اظلم اقول والله ان كل الرياضات النسائيه فيها في عندنا قصور فيها لان في ايضا بعض الرياضات الشبابيه للشباب ايضا في قصور من ناحيتهم لا. مثل اللي يلعبون المطرقه يلعبون الشغلات هذه يعني لي مو بس البنات مقصرين في تغطية الاعلاميه عليهم ايضا الشباب لأن غالبية التركيز يكون على فرق الكرة القدم. لأن تعرفين هي اللعبة الشعبية تعتبر شعبية. في الكويت فيكون ساحرة كلها الكرة هذه كرة القدم أكيد طبعا تشجعين أي نادي قادسية بلا بلا منازع يعني تلعبين كرة قدم في أنا في, الجامعة في نادي الجامعة ألعب كرة قدم حارس مرمى حلو وأنا كابتن فريق السباحة عندنا في جامعة الخليج نعم يعني ما شاء الله كذا رياضة مبدعة فيها لكن مركزة أكثر شيء على كرة الطائره كل من على البطولات الخارجيه اللي شاركتي فيها ريم طبعا كبطولات شاركنا في بطولات محليه في الكويت مم. وايضا في بطولات خارجيه اللي هي بطولات الخليج في اول بطوله كانت عندنا مباراه وديه مع قطر في 2008 حلو بعدها كان في عندنا بطوله الخليج في ابو ظبي السنه اللي بعدها ايضا كانت في ابو ظبي السنه اللي بعدها صارت في الكويت اللي هي السنه اللي فاتت وهذه السنه ان شاء الله شهر ثلاثه في البطوله الخليج راح تقام ان شاء الله في مملكه البحرين ان شاء الله وإن ان شاء الله بناتنا قاعدين يستعدون من الحين كلمينا عن و... على الاستعدادات عن التمارين ايش كثر تاخذ من وقتكم وهل تتطلب جهد كبير في كره الطائره انك تتمرنين بشكل يومي طبعا الكره الطائره تحتاج منك انت ك... على حسب مكانك في اللعبه يعني اذا كنت انت دفاع فتحتاج انك انت حركتك غير عن باقي الفريق شلون تكون سريع في الحركة في نفس الوقت قادر أنك أنت تتحكم بالكرة توصلها بشكل صح لأن كل الفريق يعتمد على اللي هو المعد نعم. بشكل عام هو يشيل الخمس لاعبين اللي معاه طبعا يعني ما قاطعتش بالخير <applause> كلامك بمتمه معلوماتك وايد مهمه في الوقت هذا لان الكل الحين مخيم وفي كل مخيم تلاقي لازم في, في ملعب كره طائره فسمعوا عد المعلومات انا اقول <applause> لهم يبيني حق التحكيم اخذ 10 بساعة حلو <applause> 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 أه طبعا لعب المخيم حلو مختلف شويه عن يعني هذا, يعني هذا لانه ماكو إي ماكو قوانين تلعبون عادي كل على القوانين علشان يلعبون من غير قوانين يتعرفون عليها بشكل جدي زين طبعا بسم الله ان عندك انت فريق حلو ست لاعبين في الملعب احنا ساعات لما نروح مخيم اشوف معنا 12 لاعب بنفس الملعب <applause> صح واحد ما ادري شلون <applause> العائله كلها <applause> بالضبط كل يبي يلعب وتصير هوشه ويدعمونه فيلم صح بس بشكل عام هي المفروض يكون ست لاعبين في الملعب ستة. عندنا معد اللي هو الرفاع وفي الليبرو الليبرو هو اللاعب الحر هذا استحدث طبعا من اكثر من كم سنه طبعا حلو اللي هو له حريه الدفاع هو لاعب مدافع بشكل اساسي نعم مو كل الافرقه ممكن تحطه في فرق ما تستغني عن وجود هذا اللاعب نعم وعندنا الضاربين اللي هم اللي الهجوم في نعم منطقه الاربعه واثنين انت وين مركزك في الملعب انا والله بديت في كاليبرو حلو. مدافع، وثم انتقلت حق ضارب في مركز أربعة مهاجمة يعني إي <تصفيق> حلو وأيضاً <applause> القوانين القوانين بشكل عام أنت عندك الحدود الملعب حلو. الكرة تبدأ التداول من أول ما يبدي الإرسال، الحلو. من أول ما يبدي الإرسال تبدي الكرة في تداول متى أحسب نقطة؟ لما تطيح الكرة، لما تحوش العصا الهوائية أو الأنتينة. إذا لمست أي جسم خارجي عن الملعب أو إذا طاحت في ملعب الشخص اللي ضرب الكره نفسه حلو. مش مو بالضروره تكون في الملعب المنافس لا. هذا بشكل بسيط بشكل عام القوانين أه شنو حاطة طموحك المستقبلية يا ريم؟ في هذه الرياضه خاصه إيه. كره الطائره <applause> طبعا انا فكرت واحنا عارفين ان احنا احنا في مجتمع شرقي <applause> والرياضه النسائيه ما لها مستقبل كبير كلاعب ومرده حتى لو كان لاعب يعني لأي رياضة ثانية في عمر معين خلاص يبدي ليقتل البدينة تقلفة ما يقدر يلعب وايد يعني. فأنا إن شاء الله قررت إن أنا بكمل إما في مجال التدريب كوني مدربة لكرة كرة الطائرة. الطائرة إن شاء الله حلو. ودخلت في مجال التحكيم نعم إن شاء الله تشوفوننا عاد يحطون حكم أول إن شاء الله إن شاء الله شوي. والله ريم تستأهلين أكيد ويستأهلون كل بنات الكويت وكل فتاة في العالم تتعب وتبذل هذا الجهد الكبير اللي قاعد أشوفه يعني من خلال حديثك قاعد تسردين قصة عشقك للرياضة بشكل عام تستأهلين فعلًا أكيد لي كل يعني قصة نجاح نقدر نقول أو كل هدف إحنا نوصل له في صعوبات تواجهنا في الطريق شنو الصعوبات اللي واجهتك في كرة الطائرة؟ صعوبات أول شيء أو أغلب المشاكل اللي تحوش مو بس لاعب كرة الطائرة كل لاعبين في الكويت إنه مشكلة أن إحنا بطولات اللي تقام حق منتخبات الطائرة عندنا تصادف وقت امتحاناتنا نعم ف يعني الجامعة جزاهم الله خير كانوا شوي يطوفوا بس بشكل عام عندنا اكثر من لاعبه تعتذر وهم لاعبه اساسيه وممتازه واحنا محتاجينها لأنه يصادف وقت امتحانات نعم. ساعات حتى نودي التفرغ الرياضي التفرغ الرياضي موقع من الهيئه نعم نوديه للجامعه يقول والله انا ما اعترف بالتوقيع هذا او ما ما راح اعطي تفرغ راح احسبه غياب راح احسبك سقوط بس هذا التفرغ قانوني شلون ما قانوني بالضبط بس كانت تحوشنا هذه المشاكل ان انا ما راح احسبه وبعد ان مثلا نروح بطوله اسبوع الخمسة <applause> ايام هذه ممكن تاثر على مو بس درجات ممكن في عندنا كم طالبه حرموهم من الماده. فمشكلة ان البطوله ما انها تصادف يعني يا يعني ان يدنون البطوله يشوفوا يعني المعلمه البطوله طبعا هالشيء يسبب لكم احباط كونكم لاعبات يعني خصوصا اذا في امتحانات نفس الوقت يعني تحتاجون دعم معنوي الدعم المعنوي يشكل يعني ويد. نسبه كبيره من نجاح اي اي شيء احنا بنوصل له لازم يكون في صحيح. دعم معنوي بالنسبه للتدريب والكوادر هل في كوادر في مدربين ومدربات متوفرين لكم في كره الطائره كمدربين ما شاء الله قاعد يحطون لنا كفاءات حلو يعني احنا من خارج ولا من داخل الكويت؟ لا لله الحمد قاعدين يحطون لنا مدربين وطنيين حلو ولاعبين سابقين ولهم اسمهم واحنا عارفين هم تاريخهم شنو وقاعدين يحطون ثقتهم فيهم نعم والله الحمد هم قاعدين يعني يدربوننا بطريقه وايد ممتازه لدرجه ان قاعدين يدربوننا نفس تدريب الشباب حلو مع تخفيف بسيط اي طبعا يعني ما لازم في دلع شويه بنات لازم تدلع شوي يعني حتى <applause> مرة عطانا تمرين انا مو قادرة اسويه. فمع التشجيع يلا 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 سويته بس حاشتني اصابة وللحين الأثرها بيدي بس اللي خلاني استمتع ان انا كل ما اطالع ايدي اشوف الاصابة اقول من كرة الطائرة إيه حلو تستاهل كرة الطائرة وتعلمتي من الخطا يمكن؟ تعلمت واخر شي قدرت اسوي التمرين بشكل طبيعي. حلو مجرد تشجيع بسيط واحد يوصل حق اللي هو يبيه ويتعلم بكل صراحة ريم شنو الفرق ما بين المدرب الوطني والمدرب الأجنبي؟ كونك يعني تحابة التدريب وأيضا قاعد يدربونك مدربين مدربين وطنيين. نرجع حق ثقافة البلد نفسها. حلو. المدرب اللي أنا دربوني مدربين من خارج الكويت ودربوني مدربين وطنيين، الفرق يرجع إلى أن المدرب الوطني فاهم احنّا كمجتمع شلون نفكر؟ فاهم احنّا ك يعني بنات شلون نبي التمرين؟ شنو يعني مو مشكلة اضغط علينا بس بطريقة معينة. نعم بعض المدربين اللي يكونون من خارج الكويت هو جاي متعلم من صغره يتدرب واحد اثنين ثلاث كأنّه معسكر. احنّا جايين نلعب لأن حابين اللعبة، هذه واحدة اثنين غالبيتنا دخلنا في سن يعني يعتبر نوعاً ما متأخر يعني متوسط. مو تاسيس تاسيس من الابتدائي. المفروض يكون اصغر ايه من الابتدائي. فانت لما تيجي تشد من اول شيء واللاعب جاي اصلا حاب اللعبه ممكن تطفشه من اللعبه. صح تكرهه فيه. اه بعضهم يكون يعني هذه الحزم الزايد عن اللزوم مو فاهم هو فاهم انه انا انا كذي ادرب، انا تدربت كذي فانا قاعد اطبق، بس الكويتي يظل يفهم انه شنو طبيعه البنت الكويتيه. طبعا. شلون تحب مثلا احد اوكي يوجه لي كلام امرني يدربني اي شيء. بس بطريقة معينة حتى يمكن يقدر يتفهم ]ها. مع أولياء الأمور ويقنعهم حتى, التدريبات. حتى, طريقة شعور أولياء الأمور بالأمان, بالأمان أن أمان. أنا بنتي مع فلان وغالبي يعني غالب مدربين الكوتين يعرفونهم معروفين إيه هذا كان اللاعب الفلاني معروف معروفة فهذا يعطيهم ثقة أكثر طبعا فأنا تروح التمرين تتدرب تتاخر في تمرين في معسكر أيًا كان. حلو، آه، لاعبه كره الطائره الكابتن ريم الزعابي، شكرا جزيلا لك <applause> على حضورك السيد رايكم شباب وموفقه ان شاء الله سلمان. في كل بطولاتك انت وكل البنات في كره الطائره، مكملين في فقرات رايكم شباب من بعد الفاصل. في بعض الاوقات وعلى سبيل المثال لما تكون محتاج كتاب ماده الاقتصاد قبل امتحانك وحدك متوهي. بعد ما طفت زحمه الشوارع وزير حصلت لك على مصفى سياره تلقى نفسك واقف طابور طويل بالمكتبه. انت محتاج حق الكتاب بس شلون على الطابور الطويل؟ تخر انك توقف الطابور علشان بس تشتري هالكتاب. واول ما يوصل دورك تشوف ان سعر الكتاب مبالغ فيه فتحس بالاحباط. توصل رساله من صاحبك يقول لك عن موقع اسمه تبادل كي دبليو دوت كوم تقدر بتبادل تتصفح مكتبه الكترونيه من الكتب وتبادلها مع غيرك فتروح البيت متحمس وتسجل دخولك على تبادل كي دبليو دوت كوم ويذهلك الموقع تبادل مو بس مجرد موقع يقدم لك الخيار للبحث عن الكتب اللي تحتاجها بل هو اكثر من كذي بكثير بمجرد تسجيلك تقدر تحصل الكتب اللي تدور عليها والكتب الغير متوفره في المكتبه وايضا الكتب المضافه حديثا ومو بس كذي تقدر بعد تحصل كتب اللي تحتاجها متى ما بغيت ومن غير ما تضيع وقتك وتنطر المكتبه متى تفتح متى تسكر واذا كان عندك بعض الكتب اللي مو محتاجها تقدر تحطهم للبيع على موقع تبادل وباي وقت هذه الخدمه مجانيه تماما كل اللي عليك انك تحط الكتاب من غير ما يكلفك ولا فلس والحين تعال سجل في موقع تبادل ودور على كتاب انت محتاجه او بيع اي كتاب ما تبي بعدها تواصل مع البائع او المشتري وحدد مكان لتبادل الكتاب بهالبساطة موقع تبادل صدق يساعد حلو عندي وايد كتب شكلي راح اعرضهم في هذا الموقع فكره جدا مميزه موقع تبادل البعض يعتقد ان بعد انتهاء العام الدراسي وبعد انتهاء الدراسه لا تصبح للكتاب الدراسي قيمة، لكن مع موقع تبادل راح تكون لهذه الكتب قيمة وقيمة جدا كبيرة، ممكن نساعد نفسنا ونساعد غيرنا من خلال هذه الكتب، شلون؟ وليش؟ ووين؟ كل هذه التفاصيل راح نعرفها مع صاحب موقع تبادل الأستاذ خليل بهمن، حياك الله في رأيكم شباب. الله يحييك يا والله. الصراحة فكرة وايد حلوة، آه يا ريت تكلمني نتكلم كل وتعرف أيضا كل اللي قاعد يتابعونا على هذا الموقع اللي هو موقع تبادل بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء مساء عليكم بالخير فكره موقع تبادل فكرتها جدا بسيطه فكره ان الواحد بعد ما يخلص من الكورس الدراسي بالجامعه الكتاب اللي ما يبي يعني ساعات يكون عندنا كتب زايده عن حاجتنا ما راح نقدر ندرسها مره ثانيه او شيء نعرضها بهالموقع بعدين يوم الطلبه الثانيين من يعني من فصول ثانيه الكوكس اللي بعده مثل يم... المستجدين المستجدين نعم. او شيء يشوفون الكتب اللي نبيها الكتب المستعمله الموجوده ويتواصلون مع صاحب الكتاب ويشترون منه يشترون منه نعم شو اللي ما يعني ما بين هالكتب الموجوده في موقع تبادل والكتب نفسها الموجوده في المكتبه اللي اي طالب يروح يشتريها حلو أه الكتب الموجوده في موقع تبادل تقريبا اغلبها تكون مستعمله لان الطالب بعد ما يخلص الكورس يضيف الكتاب أه الشغلات اللي مستفاده من الموقع ان خاصه الحين اليوم بلشين احنا اول يوم جامعه أه عندنا تقريبا من اليوم تقريبا اسبوعين ثلاثه اسابيع قدام المكتبه مو زحمه يعني طوابير ها أي طبعا يعني زحمه وايد فالموقع نوعا ما يخفف هذه الزحمه ان نقدر نتواصل احنا من برا المكتبه نتواصل مع صاحب الكتاب واشتري منه. حلو. وكذلك هم بعض الكتب بعض الناس تحط الكتاب مجاني فتقدرين تاخذين الكتاب حلو. كذلك مجاني يعني مو شرط مبلغ مادي. وفي ناس تعرضها في مبالغ بس تكون طبعا اقل من المكتبه، هالشيء اكيد راح يوفر يعني مبالغ كبيرة على الطلبة يعطيكم العافية على هذه الفكرة خليل شو اللي خلاك تخطو هذه الخطوة وتفكر أن تسوي موقع تبادل الفكرة أول شيء يعني يت مو من فراغ أول شيء إحنا عندنا كانت عندنا مشكلة إحنا الطلبة إن دائما بداية كل كورس أنا أسأل رابعي أقول لهم شنو الكتب الموجودة شنو مثلا أنا مسجل مادة مثلا علم النفس نعم. فأسألهم أقول لهم عندكم كتاب علم النفس زايد والله بديوانيه كم واحد لا ما عندي ففكرت ليش ما تكون مو بس ربعي اسال الطلبه كلهم يعني اي واحد عنده الكتاب وزايد ما يبي يعطيني اياه حلو فالموقع يعني حق كل الكليات يعني مثلا انا الحين ابي كتاب علم النفس ادش كليه كليه علوم اجتماعيه ومسوي اقسام في الموقع مسوي مسوي اقسام حلو في البدايه حطيت جامعه الكويت الحين حطيت كل الجامعات الخاصه كذلك التطبيقي فانا اول ما بالبدايه بس قبل ما اسجل الماده اسال الشباب عندكم قالوا لي لا ما عندنا فالفكره جت ان ليش ما اسال كل الطلبه كل طلبه الجامعه بين الزملاء كلهم فهذه هي الفكره حلو يعني بصراحه فكره حلوه جمعت كل الكتب تحت سقف واحد سقف تبادل يتبادلون الطلبه هذه الكتب اللي راح يستفيدوا منها احسن ما نقطها ويعني يمكن خلاص تروح مع النسيان اخلي الغير يستفيد منها يا يعني ان استفيد ماديا منها وممكن اساعد الطلبه وتكون الكتب هذه فري لاي درجه الاسعار مبالغ فيها في المكتبه عندكم في الجامعه هل اسعار الكتب غاليه نسبيا مع طبعا المكافاه الطلابيه عندكم في الجامعه اكون صريح وياك دولة الكويت تدعم مكتبه الجامعه، تقريبا تدعمها بقيمه 60%. نعم فيعني لو قلنا الكتاب انا بشتري الكتاب معروض بعشر دنانير، الحكومه تدفع ست دنانير وانا اخذه باربع دنانير، فالحكومه مو قصره من ناحيه الدعم، بس موقع تبادل توفر على الحكومه المبلغ والخصم، طبعا. يعني لما انا اتبادل وياك الكتاب او شيء انا وفرت على الحكومه، طبعا. هذا بالنسبه حق جامعه الكويت، بالنسبه حق الجامعات الخاصه لا آه يعني عن طريق السبيان سالت الشباب وكذي شلون اسعار الكتب لاحظت ان الاسعار مبالغه فيها يعني مثلا بدايه كل كورس ما يعني ما يقل يعني على الكتب يقطون ما اقل من 150 دينار 200 دينار هذه آه الجامعات الخاصه نعم ف... ف اكيد يت... مبلغ يعني عالي بالنسبه لهم كونهم طلبة, طلبة. وما عندهم رواتب اي هذا مبلغ وايد عود بالنسبه <applause> حق الطلبه فالفكره أننا ان ليش ما استخدم كتاب مستعمل او شيء يعني بالنهايه احنا مشكله يعني يعني اغلبيتنا يستخدم الكتاب حق كوكس وبعدها خلاص ما ما راح يقعد يراجع فيه ما عدا الكتب يمكن كتب التخصص او شيء فليش ليش انا تكون من اقطه بزباله او شيء اقدر اعطيه حق كفيتي او زميل او اي احد ثاني. نعم، اذا ممكن لاي شخص يدخل الموقع وحاب يشتري كتب يعني يمكن يسترجع معلومات الجامعه، نوع من الثقافه، ممكن لغير طلبه الجامعه ممكن يدخلون لموقع تبادل يشترون الكتب هذه؟ بصراحة هو الموقع يعني مختص بفئة الجامعة، نعم. لطلبة الجامعة بس الكتب الموجودة تقريبا اغلبها لطلبة الجامعة، يعني على بكل كتاب انا حاط بالتصنيف ماله تبع اي كلية. حلو. هو هو نفسه الطالب اللي يدش يضيف الكتاب يكتب ان هذا هذا الكتاب مثلا كلية علوم الادارية. حلو. فالكتب تقريبا لطلبة الجامعة. نعم، ايش كثر شايف اقبال من قبل الطلبة اللي قاعد يعرضون كتبهم؟ هل في اقبال كبير على الموقع؟ والحمد لله يعني الاقبال ممتاز يعني حلو. تقريبا جامعه الكويت ضايفين اكثر من 160 كتاب جامعه الخليج 70 او 80 وكذلك يعني بالجامعات الخاصه الثانيه فالحمد لله يعني نسبه الكتب الموجوده الحمد لله لا باس فيها طبعا الموقع يكون بدايته بدايه الاقبال يكون يعني بدايه الكورس، بدايه الكورس يكون اكثر نشاط الناس تضيف الكتب في بدايه الكورس نعم <سؤة> <حضار> خليل هل في تعاون ما بينك وما بين مكتبه الجامعه يعني احسك الحين صرت منافس للمكتبه <سؤال> <خصفي> لا هي مو منافس هي مثل ما تقولي احنا بنساعد <attraction> اكيد تساعدون <سؤال> <من> الطلبه بنساعد الطلبه <طبعا سؤال> وكذاك بنساعد المكتبه نفسها المكتبه طبعا يعني يعني في تعاون؟ يعني لحد الان بصراحة أنا ما خاطبتهم ممكن يعني في الأيام القادمة يكون في تعاون أنه مثلاً أحط إعلان بالجامعة بالمكتبة نفسها أقول لهم ترى تل... إذا تبون كتاب مستعمل أو شيء دشوا على موقع تبادل يعني ممكن للحين بس للحين ما إن شاء الله أكيد تكون هذه الخطوة الجاية يعني أنك إن تتعاون مع مكتبة الجامعة شنو الخطة المستقبلية اللي حاطها لهذا لهذا الموقع؟ حلو أنا لاحظت شغلة أن موقع تبادل يعني نشاطه يكون بداية كل كوكس، حلو. ففكرت أنه ليش ما يكون على طول شغال، نعم. فسويت مدونة اسمها مدونة تبادل، يعني حالياً قاعد أحط فيها أخبار، مناقشات، استبيانات أو شغلات كذي تفيد الطلبة، ويعني هذه مثل ما تقول المدونة حالياً شغال عليها، في خطوات ثانية بعد بس يعني كل شيء بوقته. إن شاء الله كل شيء بوقته أكيد حلو، في عقبات واجهتك في موقع تبادل؟ والله الحمد لله يعني في البدايه لقيت الاقبال وايد حلو من الطلبه الكل قاعد <applause> يشجعني بالعكس الفكره وايد حلوه راح نستفيد منها بس يعني نوعا ما يعني اضافه الكتب شوي شوي صعبه نعم. يعني الناس قاعد تدور على الكتب اكثر ما تضيف الكتب نعم إيه فهذه هذه المشكله الوحيده ان والله عندك الكتاب الفلاني بس بنفس الوقت هو مو قاعد يضيف الكتاب فانا اتمنى ان نفس اللي يطالبون بالكتب يضيفون كتب زايده عن حاجتهم نعم اكيد هذه الرساله موجهه لكل الطلبه اللي عندكم كتب منت بحاجتها عرضوها في موقع تبادل عشان غيركم يستفيدون من هذه الكتب خليل يا ريت تذكرنا بطرق التواصل مع موقع تبادل علشان كل الشباب الشباب والبنات اللي قاعد يتابعونا اللي عندهم كتاب او محتاجين كتاب ممكن يتواصلوا معك طبعا على طول يقدرون يدشون الموقع تبادل كي دبليو دوت كوم، يدخلون الموقع اي واحد يضيف كتاب طبعا الإضافة تكون مجانيه، بس ما عليه الا يسجل وبعدين يفعل ايميله، نعم. طبعا التواصل موجودين على بالايميل انفو @تبادل كي دبليو دوت كوم، حلو بتويتر هم تبادل كي دبليو. حلو، على طاري طرق التواصل حابه اشكر كل اصدقائنا في صفحتنا في الفيسبوك، نور الهدى يقول مساء الخير، ناصر يقول مساء الخير، موفقين. ويقول لك فكرة وايد حلوة فجر <applause> تقول هاي فاطمة شخبارج تمام والعنود الهاجري تقول منورين وافكار وفقرات مميزة شكرا لكم، خليل هل ممكن اذا في يعني بالمستقبل تبطل قسم في الموقع خاص بالكتب الثقافية يعني كتب غير دراسية؟ هذه الفكرة كنت بالبداية كنت بطبقها بس حسيت انه ممكن تي سلبية علي لأن الطالب يبي, يبي موقع خاص فيه مثلا يعني ما أقول موقع تبادل أول موقع مختص طلبة الجامعة الكتب المستعملة نعم. فالطالب يحس إنه لا هذا الموقع حقي أنا فإذا خلي إذا خليتها عام نوعا ما يعني يمكن ما ألقى فيه الإقبال وأطيح سوق الطلبه اللي عندي، فخليته خاص بطلبه الجامعه الجامعه، طلبه الثانويه والمدارس ما فكرت انه ايضا لا حاليا شغال على الجامعه شغال بس, بس على الجامعه موفق ان شاء الله خليل بهمن <applause> صاحب فكره وموقع تبادل وانا ان شاء الله راح اطالع مكتبتي في البيت، عندي <applause> كم كتاب منه الجامعه والمعهد اعرضها عندك ان شاء الله في موقعك مكملين في فقراتنا مع أمور مميزة والأستاذ عادل حماد، صاحب مشروع مميز جداً راح نتكلم عنه، مو الحين، من بعد الفاصل. اخر فقره من فقراتنا اليوم في رايكم شباب راح نسلط الضوء على فكره تعتبر الاولى من نوعها في تقديم والترويج للاعمال الخيريه عبر السوشيال ميديا راح نتكلم عن هذه الفكره وهذا المشروع بشكل مفصل مع الاستاذ عادل الحماد صاحب مشروع سوشيال ميديا دايركشن حياك الله استاذ عادل في رايكم شباب حياك الله آه كلمنا في البدايه وعرفنا عن فكره آه هذا المشروع مشروع سوشيال ميديا دايركشن. هو الفكره بدات من سنتين آه عن طريق استخدام الطبيعي للفيسبوك آه نعم. كنت لسه متواجد بمصر فانا من النوع اللي هو الناس اللي هو بحب اعمل حاجه جديده يعني احنا آه. يعني اكثر ناس في العالم بنستخدم السوشيال ميديا. نعم. فبدات فيه بحاجه اسمها السوشيال ميديا بحاجه اسمها امبلويمنت لفكره توظيف عادل يعني. ودي اكتر حاجه ما بتبتدي حاجه خيريه ما فيش من وراها ربح الناس بتتواصل معاكي بدات تتواصل مع الناس تفهمي افكارهم فبدات من هنا ان انت فكره ليه ما توصليش للناس فكره التواصل مع الشركات عن طريق السوشيال ميديا لو عندهم افكار عندهم اي ايديا عن اي حاجه فيتواصلوا معاهم ويبقى في رد يعني يبقى في انت بتقولي الفكره اللي عندك هم بيردوا عليكي حلو. في نفس الوقت لو نفذوا الفكره بتاعتك يشكروك يقدموا يقدموا شكر انك قدمت حاجه زي كده وخدوا نعم م. يعني بصراحه يعطيك العافيه استاذ عادل لانك قاعد تستخدم السوشيال ميديا بطريقه جدا ايجابيه وصح يعني قاعد تساعد الغير من خلال يعني توفير فرص عمل من غير مقابل شلون بلشت يعني بالخطوه الثانيه بستبتوا من هذا المشروع الخطوه الثانيه انا بدات بيها هون لما جيت الكويت بدات بعد كده اكتشف ان هم هنا بيستخدموا تويتر وانستجرام اكتر من فيسبوك اكثر فالفيسبوك هنا ليه استخدام ناس معينه فمعينه من من الاعمار هم بيستخدموا الفيسبوك يعني عفوا سيد عادل انت بلشت في مصر في ايجاد فرص وظيفية عمل وظيفيه أيوة. نعم ايجاد فرص وظيفيه ما بدات بيه كان ايام الثوره قبل الثوره نعم اتاجل ميعاده وبعد كده قامت الثوره فالناس بقى عندها احساس ان ده مش هيتم على ارض الواقع هو كان الهدف منه ايجاد فرص عمل للشباب فعملت حاجه جديده عملت ايميل خاص بالمشروع وبدات اتكلم مع الناس ابعتوا السيفيهات بتاعتكم على الايميل ده يعني أوه. اصرارك خلاك تكمل رقم العقبات اللي كانت موجوده او الظروف اه برغم الظروف ان انت الهدف منها جت فرص عمل طبعا فممكن تعمليها احسن من تعميل تعملي المعرض لان هو الناس من غير ما هيجي ويتعب نفسه هيبعت السي في بتاعه واحنا الشركات واحنا عصر السرعه دلوقتي آه. عصر السرعه فعلا فبدانا نتكلم مع الشركات في شركات اهتمت بالموضوع فالناس بدات تبعت السيفات بنسبه قليله لما بدأ يلاقي الناس بتكلمهم حد بيتكلم معاه بيقول له عندك انترفيو احنا بنكلمك عن طريق منصور employment فير فبدا الناس تهتم وبعتوا حلو. اكتر فبداوا يبقى فيه تواصل بينهم اكتر فبدأت التواصل لأن خلص. في نتائج فصار الإقبال, الاقبال اكبر صار الاقبال انا قدمت سي في ناس كلمتني بقول لصاحبي ده بيقول لي ده صح. فبدا الناس لوحدها بتعمل ماركتنج نعم. للموضوع ده شلون وصل المشروع للكويت وشنو الاعمال اللي سوتها في الكويت الاعمال الخيريه إيه بالكويت انا ما جيت الكويت بقى بقيت انا موجود لسه اول ما جيت الكويت ف بحب ان انا وقت فراغي ان انا برضه احاول اعمل حاجه مفيدة صح. فبدأت المجتمع والبيئة اللي أنت عايش فيها بالضبط فبدأت يعني أشوف إزاي أستخدم التويتر الإنستجرام بدأت أشوف الناس إزاي تستخدمه إزاي فبدأت في أكتر من حاجة مش خيرية بحيث إن أنا أوصل أفكار الناس بعد نعم. كده اتعرض عليا موضوع حاجة خيرية اللي أنا أديرها فبدات أديرها واتواصل مع الناس عن طريق الانستغرام وتويتر شو الخدمات اللي قاعد تقدمها حق الناس اللي قاعد يتواصلون معك في التويتر والانستغرام إيه كان في حاجه انا بدات فيها حاجه خيريه بدات إيه الخدمات اللي انا اتكلم مع الناس الاول اشوف هو آه. الفكره عجبه ازاي اقدر اوصل الفكره للناس انا عندي فكره هو, هو بيقول حاجه من عنده جديده فانا بدات ان انا اخد اللي الناس كلها حباه حلو يعني افكار شباب قاعد تحطها افكار شباب يعني انا انا عندي وطورها. فكره اه هم الناس راي الناس بيخليني اطور الفكره يعني انا بحط حلو. الفكره عندي ان في حاجه خيريه معموله في المكان ده فبدا الناس ده بيقول راي من عنده ده بيقول حاجه من عنده جديده فبدات انا اخد احسن حاجه من الكلام حاجتي على حاجته وبدا حاجه مفيدة توصل للناس <applause> نعم، آه يعني أستاذ عادل إيش كثر الشباب من وجهة نظرك ومن بعد هذا الخبرة اللي خذيتها في السوشيال ميديا وفي الأعمال الخيرية اللي قاعد تسويها ويعني قاعد توصل رسالة الشباب وتساعدهم، إيش كثر الإقبال على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في مجتمعنا صار كبير ولكن إيش كثر إيجابي؟ أنا <applause> بدأت المشروع لحد الحين ما لقيتش راي بوزيتيف، الراي اللي كان بيبقى يعني الى حد ما بوزيتيف اللي نعم. هو الناس بتتكلم اه نيجاتيف قصدي سوري نعم. اه راي سلبي فكان الناس بدات يعني بيعدل انا اقول كلمه كاتبها مش صح فهو بيعدل عليها ان دي كذب بالطريقه دي انما غير كده في ناس كتير كله يعني كل الاراء ايجابيه كل الناس بتتكلم بتساعد عايزة تساعد عايزة تعمل حاجة خيرية دعم. يعني ده بدأت اكتشف في الناس برضو ان كل واحد مهما كانت شخصيته وكل حاجة خيرية بتطلع طبعا اكيد الخير موجود ومزروع في داخل كل شخص فينا ولابد يعني نطلعه ولكن نطلع فكره حلوه مثل فكرتك استاذ عادل اللي هي مشروع سوشيال ميديا دايركشن قاعد نلاحظ ايضا استخدام الانستغرام من قبل الشباب والبنات في ترويج لاعمالهم فاشن الطبخ وغيرها بشكل كبير هل هذه هي ظاهره ايجابيه أو لا, سلبية؟ لا هي ظاهره ايجابيه جدا بحيث ان هو يعني بيروج حاجته بنفسه في نفس الوقت بي يعني وقته على الانستجرام ما بيضيعوش في حاجه مش مفيده بالعكس هو بيعمل بيزنس خاص ليه لو هو عنده فكره بيقدمها وبيشوف راي الناس والناس دي فعلا ساعدتني لما بدات اعمل حاجه زي كده اتفاعل معاهم هم بداوا لوحدهم بينشروا اعمال خيريه يعني جنب اعماله الخاصه بيه نعم. بدا ينشر حاجه الخيريه اللي انا ببعتها ليه بقول له في حاجه زي كده موجوده بالكويت فبدا اللي هو يهتم بيها وينشرها عنده ويخلي الناس اللي عنده تعمل فولو وتعمل شير ويعني يروج لك بشكل ايجابي بعد نجاح مشروعك اللي هو سوشيال ميديا دايركشن في الفيسبوك في مصر وجبت الفكره في الكويت ما خفت من فشل الفكره والله انا ما حدش عارف مين اللي بيعمل السوشيال ميديا دايركشن ما حدش عارف مين صاحبها <applause> إيه انا مش خسران حاجه فكنت بعمل حاجه ومحدش يعرف مين ده زي من غير هويه من غير هويه نعم كحصان اسود بيعمل حاجه محدش يعرف ده بيعمل ايه فانا بدات اعملها واتواصل مع الناس وافهم طريقه البلد لا بالعكس كانت النتائج ايجابيه جدا ايجابيه إيه ومن ضمن التفاعل مع الناس ان في ناس هي اللي وصلتني ان انا حاجه خيريه ان انا ادخل فيها هم اللي رشحوني وواثقوا فيا الحمد يعني لله. يا ريت استاذ عادل تذكرنا بعض الخدمات الخيريه اللي قاعد تقدمها عندك في الانستغرام ايه انا دل يعني انا بلشت بحاجه خيريه هنا اسمها مشروع اسمه امنيتي ايه أمنيت. امنيتي ده لتحقيق امان الاطفال اللي عندهم امراض مستعصيه وتهدد حياتهم بيبقى عندهم امنيه بيحاولوا ان هم يرسموا الابتسامه عندهم. هلو. فبدات فيه يعني ما شاء الله الناس كلها ايجابيه ايه جدا ايه بتساعد فيه إيه شنو شنو الامنيات اللي حققتوها للاطفال تذكر لي لو امنيه اخر امنيه كان يعني. في طفله عندها امنيه لآيباد الايباد تبقى عندها <applause> ايباد آي فدي اخر امنيه انا عرفتها باقي الاماني انا ما اعرفش عن حاجه المشروع يعني. انا بس جاست اللي انا عملون لهم نعم. ماركتنج وعلى السوشيال ميديا وناس تعرف عنهم ومتواصلة. أكيد كل في ميزان حسناتك أستاذ عادل أكيد طرق التواصل معك في التويتر والانستجرام ظاهرة على الشاشة تذكرنا فيها أستاذ عادل. طرق إيه التواصل عن طريق السوشيال ميديا دايركشن ات هوت ميل دوت كوم على بس إيه لو عملت سيرش على على الفيسبوك على تويتر على انستجرام هيبقى موجود إن شاء الله. نعم أكيد كنت ضيف خفيف على قلوبنا استمتعت معك في الحديث ضيفنا من جمهورية مصر العربية أستاذ عادل حماد صاحب مشروع سوشيال ميديا دايركشن كل الشكر لك شكرا. وأكيد راح أسوي لك فولو في الانستجرام إن أنا وايد فعالة في الانستغرام آه. أكثر من تويتر يعطيك ألف عافية هذه كانت فقراتنا لليوم في رايكم شباب وكانت هذه الفقرة هي مسك الختام لليوم تابعونا في فقراتنا باتر في رايكم شباب من الست للسبع <مم> مع السلامة